أعلن سمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة النائب الأول لرئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة، رئيس الهيئة العامة للرياضة، رئيس اللجنة الأولمبية البحرينية عن استضافة مملكة البحرين لجولة دي بي وورلد العالمية للغولف، والتي ستقام برعاية كريمة من حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه خلال الفترة من الأول ولغاية الرابع من فبراير 2024. جاء ذلك خلال حفل التدشين والإعلان عن استضافة البطولة الذي أقيم بحضور سمو الشيخ سلمان بن محمد آل خليفة نائب رئيس الهيئة العامة للرياضة والسيد كيث بيلي الرئيس التنفيذي لمجموعة جولة جي بي اي يوروبيان وعدد من الوزراء وكبار الحضور والمسؤولين. وبهذه المناسبة أعرب سمو الشيخ خالد بن حمد عن خالص شكره وامتنانه لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه على رعايته الكريمة لجولة دي بي وورلد العالمية للغولف، والتي تجسد دعم واهتمام جلالته أيده الله بالحركة الرياضية واستضافة مختلف البطولات التي تعزز مكانة البحرين على الساحة العالمية. وأضاف سموه: تحظى رياضة الغولف بدعم ورعاية كبيرة من جلالة الملك المعظم حفظه الله، وهو من ممارسي هذه الرياضة، وهو ما يعكس اهتمام جلالته الكبير بالرياضة والرياضيين ودعمه لهم، ونحن نعتز بهذه الرعاية الكريمة التي ستشكل أحد أهم أسباب عوامل النجاح للبطولة العالمية. وأكد سمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة أن مملكة البحرين تفخر باستضافة هذه البطولة الدولية والتي سيتنافس فيها كوكبة من اللاعبين المحترفين في النادي الملكي للغولف، ويأتي تنظيم هذا الحدث في إطار اهتمامنا المستمر بدعم مختلف الألعاب الرياضية بما في ذلك لعبة الغولف التي تعد من أهم الرياضات على المستوى العالمي، وكلنا ثقة بنجاح هذه البطولة بفضل التعاون والتكامل بين مختلف الجهات الأهلية والحكومية. وقال سموه: نهدف من خلال استضافة هذه البطولة إلى تعزيز مكانة البحرين وإبراز قدراتها في استضافة الأحداث الرياضية، كما نريد أن نؤكد التزامنا بتطوير لعبة الغولف التي كانت دائما علامة بارزة من خلال تحقيق العديد من الإنجازات، ونتمنى لجميع المشاركين دوام النجاح والتوفيق. بسم الله الرحمن الرحيم. أصحاب السمو والمعالي والسعادة، السيدات والسادة، يسعدنا أن نرحب بكم أجمل ترحيب في مملكة البحرين، معربين عن سعادتنا باستضافة بطولة دي بي وورلد تور بحرين تشامبيونشيب للغولف، والتي تعد ضمن سلسلة بطولات الغولف الاحترافية. تعد لعبة الغولف واحدة من الألعاب التي كانت ولا زالت تحظى بدعم ورعاية حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم حفظ الله ورعاه، ويعتبر جلالته أحد الممارسين والمحبين لهذه الرياضة، وهو ما يعكس اهتمام جلالة الملك المعظم بدعم الرياضة والرياضيين، فهو الرياضي الأول في مملكة البحرين. ويسرنا أن نعلن لكم اليوم عن رعاية جلالة الملك المعظم حفظ الله ورعاه لبطولة دي بي وورلد تور بحرين تشامبيونشيب، ونتشرف بهذه الرعاية الملكية السامية للبطولة الدولية التي سيتنافس فيها نخبة من اللاعبين المحترفين على ملاعب النادي الملكي للغولف. وكلنا ثقة بنجاح هذه البطولة في ظل التعاون والتكامل بين مختلف الجهات الأهلية والحكومية لإخراجها في أبهى صورة، ونتطلع من وراء استضافة هذه البطولة لتعزيز مكانة البحرين وإبراز قدراتها في استضافة الأحداث الرياضية، كما نود أن نعكس اهتمامنا بتطوير رياضة الغولف التي لطالما كانت علامة بارزة من خلال تحقيق العديد من الإنجازات. والسلام عليكم ورحمة الله.
لرياضة الجولف في مملكة البحرين تاريخ يمتد لسنوات طوال، فكانت البداية عند تأسيس نادي البحرين للجولف خلال فترة ستينيات القرن الماضي، الذي سجل صورة مشرفة للاعب الجولف البحريني في أكبر المحافل الرياضية في العالم. وكان تأسيس رياضة الجولف يتبعه تجهيز الملاعب والدعم اللامحدود الذي يتلقاه اللاعبون البحرينيون. الاهتمام برياضة الجولف ليس بجديد على مملكة البحرين، ليتسنى اليوم الإعلان عن استضافة مملكة البحرين لبطولة دي بي وورد العالمية للجولف. إن هذه البطولة لها اهتمام من سيدي جلالة الملك، وهذه البطولة لها تاريخ في البحرين. البحرين احتضنت هذه البطولة في 2011، واليوم بعد هذا التوقف راح تعود هذه البطولة بأبطال عالميين 2024 فبراير. فاليوم تشرفنا بسمو الشيخ خالد، التدشين كان جدا الحضور فرحانين، كل اللي نتمناه ان نشوف هذه البطولة في 2024 على أرض البحرين اللي لها نجاح كبير في معظم البطولات اللي نظمت مملكة البحرين. إن استضافة بطولة دي بي وورد العالمية للغولف من شأنها أن تعزز من مكانة مملكة البحرين دولياً ورياضياً، وفرصة مهمة لمشاركة اللاعبين المحترفين في رياضة الغولف التي تعد من أهم الرياضات على المستوى العالمي. كل الشكر لجلالة الملك حفظ الله ورعاه على رعايته الكريمة لهذه البطولة، وكل الشكر لسمو الشيخ خالد على حضوره لهذه الفعالية. طبعا هاي إنجاز لمملكة البحرين نستضيف هذه البطولة الدولية، وفرصة للمواطنين يلعبون مع أفضل لاعبين في العالم. في شهر 10 بيكون عندنا بطولة يسمونها الأماتشور تشامبيونشيب، أفضل لاعب وأفضل بحريني بيتأهل للبطولة الدولية دي بي وورلد تور. شهر 11 بعد في بطولة اسمها ذا كينج حمد كاب، بعد أفضل بحريني وأفضل لاعب بيتأهل للدي بي وورلد تور اللي هي البحرين تشامبيونشيب اللي بتقام في شهر 2. هذه البطولة تعتبر من البطولات العالمية اللي على مستوى العالم في المنطقة الأوروبية. البطولة يشاركون فيها لاعبين من مختلف دول العالم، تقريبا غالبا يوصلون من 120 إلى 150 لاعب، وتأهل تقريبا 70 لاعب حق اليومين الآخرين. وهذه بلا شك أن البطولة راح تخدم رياضة الجولف في البحرين وراح تساعد على تطورها. مشاركة اللاعبين في البطولات العالمية للجولف يسبقه مبادرات مهمة يشرف على تنظيمها الاتحاد البحريني للجولف، ويشارك فيها جميع لاعبي المنتخبات الوطنية من أجل ضمان اطلاع جميع لاعبي المنتخبات عن هذه القوانين التي ستطبق في جميع البطولات المحلية والإقليمية والدولية، ومن شأنها تعزيز الثقافة القانونية لدى جميع اللاعبين وإطلاعهم على المستحدث منها. تعد رياضة الجولف من الرياضات التي تحظى باهتمام كبير على أرض مملكة البحرين، واليوم انطلاق بطولة الجولف العالمية لتؤكد على أهمية تطوير هذه الرياضة التي ستثمر عن تحقيق سلسلة من النجاحات والإنجازات. إيمان شرف لمركز الأخبار تلفزيون البحرين.